عايزين نعرف في الفيديو ده مع بعض السايد افكت او الاتروبين التوكسيستي وازاي نعالج التوكسيستي دي ببساطه جدا. بس بالله عليكم في الاول، الناس بقى اللي حافظاها اللي هي زغلوله النشف والكلام ده، ما بحبش اشرح بالنظام ده في شابتر الاوتونوميك، لان شابتر الاوتونوميك او السبيشال سينس ده شابتر منظم. يعني ايه شابتر منظم؟ يعني كل معلومه بتعتمد على المعلومه اللي قبلها. حلو حلو. طيب واحنا ثبتنا ايه في الاتروبين؟ ثبتنا الاكشن وحفظناه وذاكرناه كويس والحمد لله ذاكرناه بسهوله برضو. طيب يبقى هنكتب ايه في السايد افكت؟ هنكتب فيها الاكشن. يبقى لما يجي لك السؤال بتاع الاتروبين توكسيستي هي الاكشن، انقل الاكشن بس. يعني هنكتب ايه؟ تعال نشوف مع بعض، تعالوا ننقل الاكشن مع بعض في السايد افكت بتاعت الاتروبين. من ضمن الاكشن ريهام كونفالجن، يبقى في السايد افكت ريهام كونفالجن. تاكي كارديا، هنكتب تاكي كارديا. اتروبين فلاش، هنكتب في السايد افكت اتروبين فلاش. كان بيعمل لي برضو من ضمن الاكشن مدريز، هكتب مدريز. كان بيزود لي ضغط العين اللي هو انترا اوكلر بريشر، فيعمل لي ميه زرقاء اللي هي جلوكوما. كان بيعمل لي سايكلوبليجيا لانه بيعمل لوس اوف اكوموديشن فور نير فيجن، بلارنج فيجن اللي هي زغلله في الرؤيه وهكذا. طيب من ضمن الاكشن بتاعته على الجاي تي واليورينري بلادر، كان بيعمل لي ريلاكسيشن في الوول وكونتراكشن في السفنكتر. يعني هيعمل لي ايه في السايد افكت؟ هيعمل لي كونستيبيشن او امساك. طب هيعمل لي ايه في اليورينري بلادر؟ هيعمل لي احتباس في البول اللي هو يورين ريتنشن، لانه بيعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر. من ضمن الاكشن بتاعته برده كان بيقلل لي السكريشن. كان بيقلل لي السكريشن، معنى كده انه هيعمل لي دراي ماوس ودراي سكين ودراي اي، لانه قلل السكريشن. يبقى قاعده عامه هتطلع السايد افكت من الايه؟ من الاكشن. طب ازاي بقى اعالج التوكسيستي دي؟ ببساطه جدا، اي توكسيستي بشوف ايه اعراض التوكسيستي دي واعالج الاعراض. يبقى اي توكسيستي بشوف ايه اعراض التوكسيستي واعالج الاعراض. معنى ايه الكلام ده؟ طيب تعال نشوف ايه اعراض الاتروبين توكسيستي. من ضمن الاعراض اللي عندنا كان اتروبين فلاش اللي هي سخونيه. يعني بعالج السخونيه ازاي؟ حمل المريض ده كولد فومنتيشن. طيب من ضمن الاعراض برضو اللي كانت عندنا كانت الكونفالجن او التشنجات اللي هي الرهام كونفالجن. عالج التشنجات ازاي؟ اديني انتي كونفالزنت اللي هو الدازي بام. طيب من ضمن الاعراض كان ممكن يعمل لي ديبريشن فين؟ في الريسبيراتوري سنتر، يوقف التنفس، فاحط المريض على ارتفيشال ريسبيريشن او تنفس صناعي. والاتروبين ده دواء بيتاخد اورال، فبيحصل له ابسوربشن من الجي اي تي، فعشان امنع الابسوربشن ده بعمل له جاستريك لافاج بحاجه اسمها التانيك اسيد. حلو حلو، عشان امنع ليه؟ امنع الابسوربشن. ومعظم الادويه اللي بتبقى توكسيك بيبقى ليها انتي دوت او مضاد. الانتي دوت بتاع الاتروبين اسمه ايه؟ اسمه نيوستجمين. ما هو الاتروبين ده يا جماعه ده دواء بيمنع لي شغل الباراسمباثيتك سيستم. يبقى الانتي دوت بتاعه ايه؟ ده الانتي دوت بتاعه دواء بيشغل لي الباراسمباثيتك سيستم اللي هو النيوستجمين. عايز تحفظها بالطريقه دي؟ حلو. مش عايز، احفظها معايا اي 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 سي دي، اي 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 3 اي سي دي. اول حاجه ارتفيشال ريسبيريشن، انتي دوت اللي هو النيوستجمين، جاستريك لافاج بالتانيك اسيد، والكولد فومنتيشن والديازي بام. طب حد يعرف يقول لي ايه الكونتر اندكيشن؟ من غير ما نشرح الكونتر اندكيشن، ما احنا ثبتنا يا جماعه القاعده اللي عندنا. الكونتر اندكيشن هنطلعها من الاكشن. يعني من ضمن الاكشن كان واحد عنده ريهام كونفالجن، فممنوع في الناس اللي عندهم سايكوزيس او جنون. من ضمن الاكشن كان بيعمل لي تاكي كارديا او بيزود لي شغل الهارت، فممنوع في الناس اللي عندهم ذبحه صدريه او ايه؟ او اريزمي، عشان مش هزود اللود على الهارت. طيب من ضمن الاكشن كان بيزود لي الانترا اوكولار بريشر، يعني بيرفع لي ايه؟ بيرفع لي ضغط العين، فممنوع في الناس اللي عندهم جلوكوما. من ضمن الاكشن كان بيعمل لي ريلاكسيشن في الوول، فممنوع في الناس اللي عندهم امساك او باراليتيك الياس. طيب لو حد عنده بناين بروستاتيك هايبر بليزيا او تضخم في البروستاتا، التضخم في البروستاتا ده يا جماعه بيقفل لي مجرى البول او بيضغط على الاوريثرا ويقلل لي اليورين اوت فلو. وانا كده كده اصلا الاتروبين برضو بيعمل لي احتباس في البول، فما ينفعش اديه في الناس اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبر بليزيا او هايبر تروفي. ولو تفتكروا برضو الاتروبين كان بيعمل لي ايه؟ كان بيعمل لي اتروبين فلاش، فممنوع اخده في الناس اللي عندهم فيفر او سخونيه. ده بالنسبه للتوكسيستي وازاي اعالجها والكونتر انديكيشن، الكلام ده كله بنطلعه من الاكشن.